تريدني أن أعفو عن أصحاب عبد الله بن الزبير؟ نعم يا أمير المؤمنين، لقد عاونوا عبد الله في حربه علينا. الحجاج بن يوسف قتل عبد الله وقتل معه عددا كبيرا من المسلمين، مما أوغر الصدور ونشر الفتنة بين الناس. ولكن إذا عفوت عن أصحاب عبد الله بن الزبير صفت النفوس وزاد حب الناس لك يا مولاي، وأطفأت نار الفتنة. حسن، سأعفو عنهم. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، وأذكرك بحديث رسوله الكريم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم مسلم. إلى ما ترمي يا رجاء؟ أرجو أن يساعدني مولاي على حقن دماء المسلمين في الفترة القادمة، والله ما قبلت منصب الوزير إلا من أجل ذلك. لا بأس، سأصدر قرارا من الآن بألا ينفذ حكم القتل على أحد من المسلمين إلا بتوقيع منك أنت. يعني ذلك أنه لن يقتل مسلم إلا بإذن منك يا رجاء؟ أدعو الله ألا أعطي هذا الإذن أبدا. يبدو أنك كنت على حق عندما قبلت بمنصب وزير الخليفة، رغم ثورة الكثيرين علي حتى الآن، وخاصة أصدقائي من العلماء والفقهاء. سيقدرون موقفك عندما يفهمون أنك أردت إصلاح الخليفة. ما يؤرقني الآن يا زوجتي العزيزة أن الخليفة مسرف إلى أقصى حد، ينفق معظم أموال الدولة على بناء القصور وتزيينها، وهذا لا يرضي الله ورسوله. انصحه بألا يفعل ذلك. إنه يكره النصيحة المباشرة، وأنا أريد الحفاظ على حبه لي وثقته بي. فيما تفكر إذن؟ سأعرض عليه مشروعا يخدم الإسلام والمسلمين، ينفق فيه ماله ويعود بالنفع على الناس، ويكون مشروعا معماريا كون الخليفة يحب المعمار ويهواه. وما هو هذا المشروع؟ نبني قبة الصخرة بالمسجد الأقصى. قبة الصخرة؟ نعم، بمناسبة مرور 50 عاما على فتح بيت المقدس. سأقنع الخليفة أن مشروعا كهذا سوف يخلد اسمه عبر التاريخ. أعجب الخليفة بالفكرة، وكلف رجاء بن حيوة بصفته واحدا من أمهر المعماريين في عصره ببناء قبة الصخرة بالقدس من الذهب الخالص، وأن تجمع زكاة أهل مصر وتوضع في تكلفة البناء. أتممت بناء القبة يا وزيرنا، وفي 7 سنوات فقط بفضل الله. الآن يزيد تعلق الناس بهذه البقعة المباركة من الأرض المقدسة، ولله الحمد فاض معنا 500,000 درهم بعد اكتمال البناء. هذه لك يا رجاء. لي أنا؟ نعم، مكافأة لك على إتمام بناء القبة بهذا الإتقان والإبداع. والله يا مولاي ما فعلت هذا إلا لوجه الله، وكيف آخذ مكافأة على بناء القبة وقد وضعت فيها حلي امرأتي التي تبرعت بها؟ أترفض هديتي؟ لا يا أمير المؤمنين، ولكني أريد أن يذهب هذا المبلغ الكبير إلى من يستحقه من فقراء المسلمين. مات عبد الملك بن مروان، وظل رجاء بن حيوة الوزير الأول لخليفته الوليد بن عبد الملك، ثم الخليفة سليمان بن عبد الملك. وعندما حضرت سليمان الوفاة أوصى بالخلافة من بعده لأبنائه، وكانوا جميعا أطفالا، بينما كان رجاء يريد شيئا آخر وأعمل ذكاءه ليصل إليه. ماذا تقول يا رجاء في وصيتي بالخلافة لأبنائي من بعدي؟ هذا حقك يا مولاي، وقد أمرت بأن يرتدوا ملابس الخلافة ويدخلوا بها عليك الآن.
أبي، لقد ارتدينا ملابس الخلافة. نظر الخليفة إلى أولاده في ملابس الخلافة فوجده منظرا مضحكا يثير الشفقة. يبدو يا شيخنا أن الأبناء أصغر من المنصب. حقا يا مولاي، والخوف أن يطمع فيهم الطامعون فيقتلوهم للاستيلاء على الحكم. ويبدو أن هذا ما قصده رجاء من البداية. اذهبوا الآن وسآتي إليكم في الحال. وما الحل؟ الحل أن توصي بالخلافة لمن تثق بأنه سيقوم بأعبائها خير قيام، وفي الوقت نفسه يحمي أبناءك من القتل أو الأسر. تقصد من؟ لا أرى أفضل منه، ابن عمك عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، والله يا رجاء نعم الاختيار. سأقوم اليوم بعمل يرضي عني الله ورسوله. وهكذا كان للرجاء الفضل في تولية عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الإسلامية وكل ما أنجزه عمر من عدل وخير. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رجاء، منذ توفي عمر بن عبد العزيز وأنت لا تغادر البيت. مصابي كبير في الخليفة يا زوجتي العزيزة، لم أكن فقط وزيره الأول بل كان صديقي وأقرب الخلفاء إلى قلبي. ولكن العمل ينتظرك. سأعتزل المنصب، تكفيني الوزارة 20 عاما، وأرجو أن يتقبل الله مني ما فعلته خلالها من أجل المسلمين. هل ستتفرغ لدروس العلم يا رجاء؟ نعم، وسأنشر مبدئي الذي علمته لأولادي، وأرجو أن يعلموه لأولادهم من بعدي. العمل من أجل الناس رياء، وأيضا ترك العمل من أجل الناس رياء. إنما أعمالنا لابد أن تكون في كل الأحوال خالصة لوجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم.